السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. ناس كتير بدأت تتساءل على مشكلة انقلاب الرحم، وبدأ الموضوع يتكرر كتير جدا بسبب الحر وبسبب عوامل كتيرة يعني تدخلت في الموضوع. يعني هو انقلاب الرحم ممكن يحصل في اي وقت عادي، لكنه بيحصل برضو يعني في فصول زي الصيف والربيع، ويعني على حسب درجات الحرارة ممكن هي تأثر في الموضوع ممكن ما تأثرش في الموضوع. لكن الاساس بتاع المشكلة والسبب الرئيسي اللي احنا اكتشفناه مش درجات الحرارة يا جماعة، وعرفنا ازاي ممكن نعمل وقاية ضد موضوع انقلاب الرحم، والفراخ بتاعتنا عمرها ابدا ما يحصل لها انقلاب رحم. هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل ونقول لكم اكتشافنا الاخير عن الموضوع. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة من اليوتيوب، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. كلنا عارفين يا جماعة ان فصول السنة الاربعة كل فصل فيهم بيعدي بظروف مختلفة على الطائر، بتجبر الطائر انه يتعامل فسيولوجيا بشكل مختلف، يعني يتعامل مع الاكل بشكل مختلف، يتعامل مع التهوية ودرجات الحرارة بشكل مختلف، وانت كمان لازم تتعامل معاه باشكال مختلفة على حسب الفصل اللي هو عايش فيه. لكن كل الحاجات دي مش هي العبرة الاساسية ورا مشكلة انقلاب الرحم. تعال الاول عشان انت لو مش عارف يعني ايه انقلاب الرحم والتعريف العلمي لي، وكمان مش بس التعريف العلمي، التعريف بتاع المربيين الناس البسيطة اللي مش قارية ومش دارسة عن علم علوم تربية الطيور. لكن خلينا اقول لك ان الموضوع مش لازم يكون يعني عندك علم طبي بالطيور علشان تربي، لكن ممكن يكون عندك خبرة تربية كتيرة 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 بتؤدي في الاخر ان يبقى عندك معلومات كتيرة تعرف تستخدمها في تربية الطيور او تقولها لحد كمان. المهم انقلاب الرحم ده تعريفه ببساطة يعني ان الرحم هو موجود جوه، بيبقى فيه كيس جوه اللي بيبقى فيه البيض، ده بيبقى موجود جوه الفرخة عند مخرج البيض. لما بيطلع لبره الكيس ده بيطلع بيبقى فيه دم كده وبيبقى فيه نزيف خفيف، ده اسمه انقلاب الرحم اللي هو بينقلب لبره، يعني هو بيبقى جوه وبيطلع بره. تمام، ده بيحصل امتى؟ بيحصل لما البيضة بتواجه صعوبة في الخروج من الفرخة، يعني المكان بقى ضيق عليها، البيضة كبرت، البيضة اتكسرت وهي طلعت شرخت فعورت الفرخة، بقى في دم في مخرج البيض. ده كله ما يعملش انقلاب رحم. حتى الآن مشكلة انقلاب الرحم ما بتحصلش. مشكلة انقلاب الرحم بتحصل لما الفراخ اللي حوالين الفرخة اللي طلع منها دم او طلع على البيضة بتاعتها دم، يشوفوا الدم سواء فراخ او ديوك، يشوفوا الدم اللي موجود ده ويروحوا بعد كده ايه يفترسوا مخرج البيض، ياكلوا مخرج البيض، يقعدوا ينقروا في مخرج البيض، ينقروا لحد ما يطلعوا كيس البيضة، بيبقى طالع منه طرف طبعا هو بعد البيض طرف صغير كده، فبدل ما يدخل تاني لا هم بيلحقوها بسرعة بقى ايه ويعضوها وينقروها في المكان ده لحد ما يطلعوا الرحم او يطلعوا الكيس ويخلوه ينقلب لبره. تمام، ده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى نفوق على طول، لو ما لحقتش الفرخة هتلاقيها بتموت منك، لازم تتعامل مع الموقف ده على طول يعني لو حصل معاك. لكن النهارده احنا مش جايين نكلمك عن العلاج، لكن هنقولك العلاج سريعا. الاهم دلوقتي الوقاية، ازاي المشكلة دي اصلا ما تحصلش، يعني انت المشكلة دي ما تقابلهاش خالص وما تحصلش لا في صيف ولا في شتاء ولا في ربيع ولا خريف. انما لو على العلاج انت لازم تعامل الفرخة بسرعة بالعلاج اللي احنا قلناه قبل كده، اللي هو تدهن المكان بتاع الفرخة ده. اول حاجة طبعا بتعزلها بعيد عن اي فراخ عشان ما تفترسهاش، وتدهن الفرخة بالفازلين، بس طبعا قبل ما تدهنها لازم تطهرها ببتادين او اي حاجة تطهر بيها الجرح المخرج البيض ده. تمام، بعد التطهير ودهان الفازلين انت ممكن تعزلها وممكن تخليها مع الفراخ عادي، لكن يفضل انك تعزلها لوحدها علشان يعني تبتعد عنهم تماما لحد ما تخف، وان شاء الله هتخف. لو ما خفتش انت بقى مضطر تذبحها وتستغلها، يعني بدل ما هي خلاص كده مش هتبيض تاني، واحتمال لو دخلت مع الفراخ يموتوها يقعدوا يفترسوا فيها لحد ما تنفق تماما. طيب ده بالنسبة للعلاج، احنا مش جايين نتكلم عن العلاج بقى، احنا جايين
نلغي المشكلة من أساسها يا جماعة. المشكلة دي بتحصل ليه وإيه السبب الرئيسي في حدوث المشكلة؟ من بداية الفيديو وأنا بقول لك حاجة يمكن تكون ما خدتش بالك منها، إن الموضوع بيبدأ بإن البيضة بتواجه صعوبة في الخروج. البيضة بتواجه صعوبة في الخروج، صعوبة الخروج دي بتخلي فيه نزيف أو دم على البيضة، قطرات من الدم، تمام؟ ده بيستفز الفراخ فبيعضوا الفرخة ويطلعوا الكيس بره فيحصل انقلاب رحم. يعني البيضة لو لم تواجه صعوبة في خروجها من الرحم أو خروجها من الفرخة فمش هيحصل دم ومش هيحصل نزيف، والموضوع هينتهي ببساطة جدا، والرحم هيرجع مكانه والكيس هيدخل كده لمكانه ومفيش أي حاجة هتحصل. يبقى دلوقتي ده احنا استشفينا منه مع بعد معاناة كبيرة، ان الأساس يا جماعة ان مخرج البيض ما يكونش ضيق. طيب دلوقتي لو البيضة كبرت، مهما يا جماعة البيضة كبرت، مهما حجم البيضة زاد ومهما أكلنا الطيور بقى أكلات تخلي حجم البيضة كبير، ده كله مش هيخلي المكان ضيق على البيضة، ده هيخلي المكان برضو قادر ان هو يخرج البيضة بسهولة من غير معاناة. هتعاني شوية لكن مش هيوصل لدرجة ان هي تنزف او يبقى فيه دم على البيضة وبعد كده يفترسوها فيحصل انقلاب رحم، لا مش هيحصل كده. اللي بيحصل ده بيحصل عشان المكان ضاق وبقى أضيق من الأول، والسبب الرئيسي اللي بيخلي المكان ده يا جماعة هو السمن والدهون عند مخرج البيض. يعني دلوقتي لو في سمن ودهون عند مخرج البيض ده يؤدي الى ان المكان يضيق فيحصل بقى النزيف وبعد كده انقلاب الرحم بشكل مباشر جدا. طيب ايه بقى اللي بيخلي اصلا يبقى في سمن ودهون؟ في اكلتين اساسيتين يا جماعة، يعني لو بطلناهم مش هنخسر حاجة، لو بطلناهم تماما احنا مش هنخسر حاجة. اول حاجة الشام الابيض، وتاني حاجة الدشيشة الصفراء. طبعا كلامنا ده على الفراخ البياضة. لو الفراخ البياضة ما كلتش شامي ابيض وما كلتش شيشة صفرة مش هتتضر في حاجة، بل بالعكس هتستفيد استفادة كبيرة جدا، انك ضامن بنسبة كبيرة ان الفراخ دي خلاص كده يعني مش هيجي لها سمنة ومش مش هتربي دهون عند مخرج البيض، وما دام ما ربيتش دهون يبقى مخرج البيض هيفضل طبيعي جدا، يعني حجمه مش هيزيد او مش هيتسد ويبقى اضيق، وما دام مخرج البيض مساحته او يعني الفجوة اللي بتطلع البيض ما دقتش على البيض يبقى البيض هتطلع بسهولة، يبقى مش هيبقى في نزيف ولا البيض هتتكسر ولا تتشرخ او تعور الفرخة وهي طالعة، يعني مش هيحصل افتراس من الفراخ اللي حواليها، يعني مش هيحصل انقلاب رحم. فالاساس يا جماعة الاساس ان احنا نبعد عن الدهون، الدهون والسمن اللي بيتربى وبيسد مخرج البيض اللي موجود في الشامي او موجود في الدشية الصفراء، وما نكترش من العيش وما نكترش من العلف، عندنا كميات الاكل الموصى بيها ما بنزودش عليها، ومشكلة انقلاب الرحم مش هتحصل ابدا عند الطيور بتاعتنا. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، ما تنساش قبل ما تمشي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.